رح نعيد نفس المثال السابق اللي حليناه، رح ناخذ نفس العمارة بنفس ارتفاعات الطوابق بنفس ال populations اللي هي دف يعني ال populations اللي كانت موجودة سابقا، بس رح نحط هون mix of traffic مختلف. هلا إذا متذكرين من المثال الماضي عندي clean كانت تساوي 6 passengers، كانت عندي v بتساوي 1.6 meters per second، A كانت تساوي 1 meter per second square، J كانت 1 meter per second cubed، بعدين عندي كان TDO بتساوي 2 seconds، TDC بتساوي 3 seconds، و TPIN بتساوي TPOUT بتساوي 1.2 seconds. وطلعنا إيش كمان؟ واليو قديش كانت اليو؟ 1000 مش هيك؟ كانت 1000، وكانت اليو كفكتور كانت عندي 0 300 300 150 150 100. اوكي، وحطيت انا الزيرو هون لانه هلا خلص رح نعمم الهاي. عندي هذا كان اوكيبنت فلور، عفوا انترنس فلور، هذا هون كان انترنس فلور، وهدول كلهم كانوا اوكيبنت فلورز. والدي اف كفكتور كانت عندي 5 5 متر، بعدين كان عندي اظن 4.5 4.5، 3 3 مش هيك. وهاي كانت دونت كير، اذا بتحب تحطها اكس، انتم فاهمين شو هذا عشان يكون العدد. فعندي هون 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. اوكي، والان اللي بدنا نعمله راح ناخذ الميكس اوف ترافيك، اذا بتحبوا متسميها تي، راح اعتبرها 0.4 0.4 0.2 و0. فهذا راح يكون هون incoming traffic outgoing traffic interfloor winter entrance. اوكي، فهي عندي هون الميكس اوف ترافيك، عندي الفلور هايتس، البوبيليشنز، عندي هون 6 باسنجرز. فالان احد الاول الاشياء لازم نعملها، لازم نطلع الاو دي ماتريكس. مش طلع الاو دي ماتريكس، فراح نعمل الاو دي ماتريكس بهذا الشكل. هلا بدنا نعملها، راح تكون 36 انتري فيها مظبوط، وراح تكون عندي 1، خلينا نحاول نعطيها شويه مساحه، 2 3 4 5 6، بعدين راح يكون عندي 1 2 3 4 5 6. وراح نحط هلا هون 1 2 3 4 5 6، وراح احط هون 1 2 3 4 5 6. وعندي هذول اللي تذكرهم 0.4 0.4 0.2، طبعا هذيك الزيرو راح تصير عندي هون بهذا الشكل من هون. هلا راح نعمل الاو دي ماتريكس، راح نبدا بالسترينكس. هلا اتذكر انه هذا سترينكس تبعه 1 لانه هو الوحيد، الفلور الوحيد اللي هو انترنس فلور وما فيش غيره، فراح تكون هذه له 1. وهذول موزعين راح يكونوا 0.3 0.3 0.15 0.15 0.1، مجموعهم 1000 مظبوط، 600 و300 900 و100 1000. فراح يكون عندي هون 0.3، واذا بتحبوا نحط الخط هذا اللي مقطع هون اللي راح يفصل الاربع مودز اوف ترافيك عن بعض. فعندي هون 0.3 0.3 0.15 0.15 0.1، وهون عندي 1 نفس الاشي 0.3 0.3 0.15 0.15 0.1. اوكي، راح نضرب وبعدين بنصفر الدايجونال. فعندي في البداية راح يكون عندي 1 في 1، راح يعطيني 1، بعدين عندي 1 في 0.3، هذول كلهم راح ينزلوا زي ما هم 0.3 0.15 0.15 0.1. بعدين عندنا راح نضرب الان 0.3 كمان نفس الشيء، عندي هون 0.3 0.3 0.15 0.15 0.1.
اوكي هضربنا هدول. نعم هي الواحد بس انا عندي اياها اوكي لا 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 مزبوط هي كلامها كويس السؤال كويس هذا هدول بس population فالمفروض انا ايش اضيف كمان ال strength of arrival اللي هي احنا بنسميها عادة احطها P sub arrival I اذا بدك وهاي راح تكون 1 0 0 هاي 1 2 3 4 5 6 هلا اذا دمجتهم التنتين مع بعض بعطيني 1 وهدول اوكي شو يعني يو بوبوليشن احنا عارفين فيش بوبوليشن على الاوكيبنت انترنس فلورز في بدالها ارايفل ريت الارايفل ريت تبع هاي 1 لو كان 2 انترنسز بكون مثلا 0.5 0.5 0.7 0.3 والباقي راح يكونوا 0 هلا ما بعرف يمكن احنا احسن نروح مباشره بس هيك احسن اني ادمجهم مع بعض فبصير عندي زي يو بي ماتريكس جديده يو بي هي عباره عن يو زائد بي بتعطيني هذا اللي هون اوكي ماشي واضحه انا راح تزيرو زيرو بعدين لاني فيش عندي انتر انترنس كيف حضربها بس اوكي طيب ساعدوني هلا اذا بالارقام هدول هلا 0.3 في 0.3 راح تكون 0.09 0.3 في 0.3 0.09 0.3 0.15 0.045 مزبوط 0.045 واخر شيء 0.3 في 0.1 0.03 هدول نفسهم راح يكونوا فهي راح تكون 0.09 0.09 0.045 0.045 0.03 هلا عندي هاي راح تكون نص القيم اللي هون فراح تكون هذه 0.045 0.045 بعدين عندي هون 0.0225 مضبوط 15 في 15 225 وبعدين عندي هون 0.0225 واخر شيء راح تكون هاي 0.015 وهدول نفسهم 0.045 0.045 0.0225 0.0225 0.015 واخر شيء راح تكون هذه هون 0.1 بتصير 0.03 0.03 بعدين 0.015 0.015 0.01 مجموع هدول قديش لازم يكون قبل ما نظبطه لا قبل ما نظبطه رح يجيني واحد من هون وواحد من هون وواحد من هون وواحد من هون هلا بدنا نبدا اول شيء نعمل ممكن نضرب في البدايه رح نضرب الانتر انترنس احنا قلنا انه الانتر انترنس ترافيك زيرو فمباشره بتاني اتخلص من هذا الواحد هون واضربه في زيرو هلا هذا بدي اضربهم كلهم في 0.4 مزبوط لانه سترينث تبع الترافيك سترينث تبع الانكمينج ترافيك وهي المنطقه زي متذكرين هاي انكمينج لاني ببدا عمالي على الجراوند وبروح على واحد من الطوابق هدول فكل هذا التراينج الريكتانجل الموجود هون هو انكمينج ترافيك قيمته قديش 0.4 فاذا ضربت بدل مباشره بدل ما ارد اكتبها من جديد كلها 0.3 في 0.4 بتصير 0.12 مش هيك وهاي 1.5 في 4 بصير 0.06 مزبوط و 0.016 وبعدين هاي بتصير 0.04 هلا هدول مجموعهم قديش لازم يكون للتاكد هذا 0.4 اجمعهم تاكد انه 0.4 عندي 12 و 12 24 24 و 12 36 و 4 40 0.4 اوكي هلا نفس الشيء راح نعمل هون راح يطلعوا نفس الارقام باي سيمتري مش لانهم لازم يكون بس لانه احنا بادين 0.4 0.4 لو كانت هاي 0.45 و 0.35 راح يطلع ارقام مختلفه هون ارقام مختلفه هون راح يصير عندي محل 0.3 0.12 محل 0.3 0.12 هون عندي 0.06 وهون 0.06 واخر شيء 0.04 هلا عندي اللي هون هلا نضرب بالاول بعدين بنعمل نورماليزيشن هلا مجموع هذه 0.4 مجموع هذه 0.4 بعد ما هاي اضربها الان في 0.2 هلا المفروض يكون مجموعها واحد بس اضربها في 0.2 راح تصير راح يصير مجموعها 0.2 هلا مجموعها واحد طيب بدنا ناخذ هالارقام ندير بالنا شوي شوي ما نغلطش عندنا 0.09 في 0.2 راح تعطيني 0.0018 مش هيك؟ 01 ايش عفوا؟ 018 0.018 مش هيك؟ لان 9 في 2 18 مضبوط؟ ونفس الشيء عندي هون 018 فصارت 5 القيمة الأصلية مش هيك؟ مش كانت 0.09 صارت 0.018 مضبوط؟ وبعدين عندي 0.045 في 2 راح تعطيني 0.009 مضبوط وهاي راح تعطيني 0.009 وهاي راح تعطيني 0.006 وهذا راح ينطبق على اللي الثاني نفس الشيء هذا كله راح يصير نفس اللي فوق
فراح يكون عندي هون 0.018 0.009 0.009 0.006. هلا هذول راح يكونوا نص القيم اللي هون. مش اسهل هيك نعملها مباشره نص القيم 0.03 0.305؟ فهذول بصيروا نص القيمه السطر اللي فوقهم، والسطر اللي فوقهم بصير 0.009 0.045 0.045 واخر شيء 0.003. هلا اللي تحتهم راح يكونوا نفسهم، فهدول راح يكونوا نفس اللي فوقهم. فبصير عندي هلا هاي 0.009 0.045 0.0045 و0.003. عندي اخر اشي هون راح اضرب في 0.2، فبصير عندي 3 في 2 6 بس بيجيني كمان 0، فبتصير هاي 0.006 مضبوط، و0.006 ب 15 في 2 3 بس بزيد 0، ونفس الاشي هون بزيد 0. وبعدين عندي هاي بتصير 0.1 في 2 0.002 مضبوط. هلا هاي اذا تاكدنا من هدول لازم يكون مجموعهم يطلع كله 0.2. مشكلتي الوحيده الان شو صارت؟ الدايجونال. هلا في طريقتين عشان ما نلخبطش حالنا، شو رايكم نجمع الدايجونال قبل ما نكمل؟ فاحنا عارفين انه مجموع كل هاي الصم تبعها يساوي 0.2. هلا راح ينطرح منها شيء اللي هو مجموع الدايجونالز. اجمعوا مجموع الدايجونالز 0.018 زائد 0.018 زائد 0.0045 زائد 0.0045 زائد 0.002. خمس ارقام هدول 0.047. اذا الدايجونال تبع هاي الاريا، طبعا هذا الدايجونال اهملناه اوريدي زيرو، قديش طلع؟ 0.047 بالضبط. ها طيب اذا صار عندي هلا السم ماينس الدايجونال بيساوي 0.2 ماينس 0.047 ويساوي 0.153. مضبوط. صار اذا هلا هدول بعد ما صفرتهم رح يصير مجموعهم 0.153. خلينا نصفر. اذا هاي رح تصير 0، هاي رح تصير 0، هاي رح تصير 0، وهون 0 وهون 0. نذكر حالنا ليش بنصفر الدايجونال؟ لانه عندي بصيرش باسنجر يجي من طابق يجي من نفس الطابق ويروح على نفس الطابق، بصيرش يروح. هاي الراشنال بيهيفير. هلا ضل عندي المشكله انه هذا مجموعه الان 0.153 بس لازم يصير مجموعه 0.2. اذا قسمت كل اليمنت على 0.153 وضربته في 0.2 بتصحح. مش هيك؟ اذا الفاكتور الادجستمنت فاكتور بيساوي 1 على 0.153 مضروب في 0.2. إذا حد يخزن هذا الرقم عنده 0.2 على 0.153 وكل رقم موجود هون في التيبل هاي رح ينضرب في هذا الفاكتور، رح يكبر بحيث انه كل السم هون رح يرجع 0.2. اوكي جاهزين نبدا؟ 0.018 0.024 0.024 0.009 0.012 0.012 وهاي كمان 0.012 و0.006 0.078 0.078. اللي تحته رح يكون نفسه مش هيك؟ هدول رح نسخن في المكينة هاي نفسها هاي 0.024 0.012 0.012 0.012 0.017. طيب ناخذ اللي بعده. اذا هون 0.009 0.012 0.012 زي اللي فوق. 0.012 نعم. مش سيمتريك؟ سيمتريك ننسخهم. طيب ماشي، بتحب ننسخ هذا زي ما هو ننسخه هون؟ هذا هون وهذا رح يجي هون 0.012. هلا هذا خالص وخالص حتى نتاكد انه عارفين شو اللي خلصناه مضبوط. هيك هدول كلهم خلصناهم، وهذا بصير عندي هلا 0.07 0.0078 وهذا خالص
طيب ناخذ هلا اذا شو ضل عندي بدي اخذ هذا نفسه خالص مش هيك وهذا راح يكون نفس هذا اللي هون هذا هيك خلنا هذا هون هيك هلا هذا عندي راح يكون هذا نفس هذا 0.012 مضبوط وهذا خالص وبعدين عندي هذا موجود هون هلا ننتقل لمين لهذا 0.005 دكتور الاخير مش خالص هيك دكتور ال 5.3 ما ضربناه هذا ما عملنا لسه طيب 0.0045 قديش 0.004 اوكي هلا هون عندي هاي نفس هاي مش هيك 0.59 هاي خالصة 0.003 نفس اللي فوقها ضل عندي آخر سطر اللي هي 0.006 0.0078 اللي هي نفس هاي طيب 0.003 هاي بصير وهذا المفروض الآن مجموعهم يكون أوكي هي هذا الجزء